الخدمات الإلكترونية وفرت علي الوقت والجهد، وكمان ساعدتني أشتري أشياء مو متوفرة هون بالبلد، كمان خلتني أحقق سرعة بالتواصل مع الأشخاص، وسواء تحويل الأموال لأقاربي، تعرف إحنا كلاجئين بهمنا هذا الموضوع إنه نعطي أموال لأشخاص خارج البلد عن طريق أونلاين. ساعدتني أوفر وقت لدراستي بشكل خصوصي، لأنه كان تضيع كتير وقت عبين ما تأخذ الموضوع بشكل كاش أو نقدي، فهلأ صار كله عن طريق الأونلاين والتحويلات المصرفية. إحنا حالياً بعصر التكنولوجيا مثل ما بتعرف، وضروري جداً اللاجئين يكون عندهم معرفة بهي الأمور لحتى ما نتأخر عن بقية العالم. حالياً التكنولوجيا بتمشي كل شيء حوالينا، سواء بتسهل حياتنا، سواء بتسرع من كل الأمور، بتسرع التواصل، بتسرع حتى بتساعدنا بعملية الدراسة وبتساعدنا بعملية الشغل. هلأ حالياً أغلب الشغل صار ممكن تقدمه عن طريق وأنت قاعد بالدار أحياناً. ساعدتني أوفر أسعار الكتب كمان عن طريق إني أدرسها أونلاين إلكترونياً بدون الحاجة لحتى أشتريها. بشكل عام التكنولوجيا سهلت حياة بني آدم، وضروري جدا نكون على معرفة فيها حتى ما نتأخر عن بقية العالم. الغالبية من اللاجئين في الأردن بيمتلكوا هواتف، و70% منهم بيمتلكوا هواتف ذكية. في الفترة الماضية جربنا أنه ندمجهم في التكنولوجيا، واستطعنا أن نصرف اللي هي المنح الدراسية لأكثر من 600 طالب من خلال المحافظ الرقمية. اليوم احنا بنسعى إلى شيء أكبر من ذلك، أنه نفس المساعدات النقدية اللي بيستلموها 30,000 لاجئ سوري و2500 لاجئ من الجنسية غير السورية، أنه يستلم مساعدتهم النقدية الشهرية من خلال المحافظ الرقمية. هذا بيكون في حفاظ على كرامتهم، بإمكانهم الوصول بشكل أسهل لمشترياتهم، بيقدروا أيضا يحولوها إلى نقد، وهذا أيضا من الأشياء المهمة اللي بتساعد اللاجئين أنهم يوفروا فلوس، أنهم يتعلموا الادخار من خلال المحافظ الرقمية. اليوم نحن اجتمعنا مع الـ UNSCR ومع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والعام عشان نناقش كيف اللاجئين بكل الجنسيات وبكل الدول ممكن يستلموا أي دعم أو مساعدات إنسانية لحساب بنكي أساسي أو لمحفظة إلكترونية. اللاجئ بأي دولة هو بشكل عام محروم من أنه يكون عنده حساب تتحول عليه فلوسه. لما بيستلم أي مساعدات بشكل نقدي هذا بتعرضه للمخاطر. مجهود اليوم اللي بنعمل كيف كمان نعلم اللاجئين كيف يستخدموا هاي الخدمة، لأن هاي الخدمة كتير ممتازة لهم. إحنا رحنا زيارات ميدانية على المخيمات وخارج المخيمات من اللاجئين، سألناهم وتجاوبنا، حاولنا إنه نصمم خدمة إلكترونية بتفيدهم زي ما هم بدهن إياها، يعني ما جينا عملنا حلول تكنولوجية لا تتناسب معهم، حاولنا نحط فيها ما يحتاجوا. قررت الحكومة مؤخراً أنه في العام 2020 سيتوقف التعامل من الحكومة للمواطنين وللأعمال ومن المواطنين وللحكومة بالكاش. ستكون في كل المؤسسات الحكومية أدوات دفع رقمي لتجاوز الدور، لتجاوز لتحديد من الفساد، لسماح المواطنين باستخدام التكنولوجيا، لتقليل فترة الوقوف في طوابير للدفع، لتقليل عدد المراحل التي يحتاج فيها المواطن للتعامل مع المحاسبين في المؤسسات الحكومية. هذا القرار حكومي أخذناه مؤخرا، وبالتأكيد سيؤثر على اللاجئين اللي بيتلقوا خدمات من خصوصا في وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم من إخواننا السوريين. فهناك قرار واضح وشجاع وجريء بانتقال نحو الدفع الرقمي في كافة مؤسسات الدولة.